تحدي احد نوتل. السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد، نهار جديد معكم يسرى من قناه يسرى ابراهيم. لا بقيتي كنقولها زي جددنا. قبل ما نبداو الفيديو تنساوش تشتركوا في القناه، تخليوا لايك، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم اذا عجبكم، ما تنساوش تخليوا لي تعليق اللي تزعم اوكي. مخاش ما بارطاجيت لكم، سمحوا لي على التقصير، ما نقولكم شي، غنرجع قريبا باش ما نمشيش نخوي بالهضره ديالي، ولكن سوف احاول. فاليوم ان شاء الله تعالى نعدلو انا واختي التحدي ديال الاندومي الحاره جدا جدا. خدينا انا شويه وهي شويه، وشوفوا ماشي التحدي اللي ساليه قبل ولا التحدي تكون يقدر ياكل، التحدي تكون يقدر ياكل منه بزاف، ومن بعد عتكون كاينه العقوبه اللي اختار الفائز الطبيعي. قدم راسك، عرب براسك. هاي انا نسرين بن ابراهيم. واو. المهم هيا بنات نوريكم التصويره. هيا بنات النودلز، هيا تعرفوا لي احر النودلز، وهادو اللعبتيكات اللي كيزوقوا بهم من فوقي، باقي ما عدلناهمش. هاد شتيتهم شتيتهم، اسمح لي هذوك كبيرين بزاف. وين يلا واحد او مجال طاس ديال الماء هنايا في الوسط. ديك اللقمه كامله راه حاره حاره، انا اصلا حاره. بسم الله. ها زعما داك البزاف دا غير بسم الله. كده بعد لي كويت يبطل الهضره. ما شربتي الماء؟ والله يكمل الماء ما يمر. ما تطلعش بلا ما شربت الماء، شربت الماء نحس بطني مر. استسلم استسلم، انا دابا شربت الماء من هنا. خاصة عليا كاملة اللي سالية لنا ديالي كاملة، معليكم شي رغوة الخبار سالية. تنزل الكبسة ديالي كيفاه كتر مزيان، وهادي منعملها يا بدرف. لا 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 لا
بنتي ربحت عاها ملكي يا مسكينة اخليجي انت ربحتني يا انتي عليني بكدو مع القافل انا صافي فكرة فكرة بعقول بعد او بزحمة اول وش كنت بسرعة بسرعة اخذنيش انا ما تضحكش على الحالة تحكي تحكي لي شرفت عاك عاك نعرفنا قوي عاك نوبه الضحك اللي جاتها هي ماشي جات نوبه الضحك جات البكيه صراحه حشم دابا الحكم الحكم شي يكون ابدا ابدا انت ناويه تستغل الفرصه ما هبل اللعب الحكم نسري نهضر حكم لي انا غير صاحبتي اللي بغي اللي بغي اختار اللي بغي حاجه بحال حاجه بالي ودار نط دغيا شنو نطول شي الناس يا العين انا ماشي ندق على العين ندق عليه بيوم الحال ما تحي ما تبكيش على الحال تبكي وتضحك ودغيا زي ما عرفتش صراحه حكيم دغيا اللي بغيت ولكن بشي عفو ناس الناس تباطي لا منورين صور ولكن الحكمة دي نختم الحاجة دي صافي ماشي مشكل نصورو الدار الدار نسرين من الدار عا خرج اخر خرج من هنا فين فين انا طلع من هنا فلوس هنا وانا عندك مزيون اسمع عندك مزيون عندي كل شيء مزيون عسرين هو داغي خليني سيمانة تلبس حواجك اللي بغيت اسمح لي هذي أصحاب الدرشي نكمل هذي نكمل هذي لا أنا بأصبر أنا مشي للمرحلة التانية إذا تعداني حواجي تعد علي درشي دابا هذي يلا بدل الحكمة يلا بدل الحكمة بدل الحكمة ما ننساش يبقى هنا وننسى يلا بدل الحكمة عبد الله يكلم يا عسرين بدل الحكمة بالحكم ماشي يخدم لك صح اطلب مثلا شي لبسه عمرك خلي ذا هاد اللبسه ايها اللي عجبك يا مستقبل تخبي لي حرام المره ايها بدي نمشي مريحه يعني ما بتجريش تخبع المري او ما نشوف بدي نمشي هيدا يا راسك مع اللي وجي راسك مع اللي شنو اللي صار عزري داية عندك 10 عن حسب قولي عبد الله 10 عن حسب 10 عن حي اللي قولي قولي شنو خلي 10 على 50 درهم لا ما بدي شيء عندي 1500 عبد الله جيب 1500 ما جيب اللي مش تسخر اللي بيها انا عبد الله وريكم الفلوس 1500 خلاص دراعي لا نعطيك لي البستان ديالي نعطيك لي البستان سير يربح جيبي الصرف اللي الصرف اللي جاب لك الصرف اللي جاب لك دير هاد نعمان وبستان ديالي جيب يما يسرع نزولو له الحكم هو الخوت نعطيها الشي كاين في البستان ديالي بالفلوس يلا البنات ملي يجيبوا البستان نعطيو ها هو البستان ديالي البنات حرفيا باقي فتحتو ما فتحتوش جاوني شنو وريكم اول حاجه كاين جوج اتجاهات اتجاه الورائي واتجاه البسطر اتجاه الورائي طبعا خاوي حيت انا متاكده بلي خاوي كاين اتجاه البسطر اللي يكون عندك مطيح كاين اللي يكون عندي الحكم هو نظيفين
زرت واتشين 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 للمشاهدة.